سيداتي وليدي وسادتي، مساء الخير عليكم، عسلامتكم على رانا اون فورنا اليوم بديت نستقبلكم هنا توما في ديوركم. حنا ننطقطقوا غير بشويه، ندير لكم نغمه جينيريك ودخلنا معكم سويعه كيف كيف، نجوزوا راح تكون خفيفه وظريفه ان شاء الله، قولوا امين. رفقه لي 22 كانديدا، رفقه البيبليك اللي حضر معنا، انتم اللي وراء الشاشه راح نتبعوا سويعه من خلال، نتمنى ان شاء الله تحصلوا على فائز من خلال لعبتكم المفضله حاليا في هذه الايامات مع لي سونداج لم لحقونا، والحمد لله راهي دعوه ما شاء الله في الدولة خليها شروق تي في كل يوم في سهرة هادية. بعد الحصة تاع الأمس والأخ محمد الأمين من البليدة خدا مبلغ محترم جدا 250 ألف دينار جزائري، اقتسموا مع صاحب الأس أم أس من البليدة يرومبلاسيه الجوار جديد. وين هو؟ أعطوني برك تعاونوني، بالك وبرك تعاونوني. رقم 19 الأخت أمينة، مساء الخير. مساء النار. أمينة منين؟ من ألجي. من ألجي، كاستينغ تاع ألجي، الله يبارك. أمينة واش دير؟ نخدم اجونس دو فواياج. تخدمي في اجونس دو فواياج؟ نعم. اوه جات الامانه، جات الامانه وحدها. ها سبحان الله العظيم، شوف واحد ثانيه من بالمكتوب ما تقلقش، اي وحدها وحدها يبدا تجي غير بشويه بشويه. دوك جات هي اجونس دو فواياج، دوك ما نعرف دابا بالك، دوك بالك غدوه بالك غير غدوه، هاي سي بون. جوج امانات. هاي جوج يا سيدي، دو ولايه، وحده الجي وحده دعم نعم طرف عاود انا قلت نعم انا عبد الرزاق لي ماش تاع عبد الرزاق بدا في مخي باك تاع المشريه مازال في مخي، معليش ما ديروش علينا. ان توكا بيان فوني، مرحبا بك، حط سعيد، حط سعيد كامل الكونديدا نهار اليوم. خويا محمد صابا كيك داير صابا شويه، انا عجبني في الغنيه تدخل عليه غير هكذا موح، بعد انا وياك نديرو فري ستايل، ما تقول لي والو، نديرو ولا ما نديروش؟ نديرو فري ستايل، شبيك هذا؟ ما تخافش. هاي يا سيدي نبداو عمليه القرعه، الاخت امينه عندك شرف كالعاده، لو نوفو بوني هو اللي دار هذه. التحيه والمراقبه من طرف لويسي جوس. هاي سيدي والله غتقول لي مساء الخير، البارح ما هضرتش معك بزاف سامحني. مساء الخير. واش راك مساء لاباس؟ لاباس والحمد لله. ربي يهنيك. رانا معكم مالكري رانا تعبانين شويه، رانا معكم من البدايه للنهايه ان شاء الله. بارك الله فيك، شكرا استاذ. بالفعل الخدمه تعب تعب، لازم كيما نقول لك نسهروا من اجل ان الامور تصرى بكل شفافيه وبكل بدوزان بوان طري 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 زامبورتون اللي هو القانون. نواصل القرعه، اورديناتور ايكرون قولي ستوب وقت ما حبيتي. لا فوتي تروح ستوب. خمسه عبد الدايم ياس، وشنو هذا وشنو هذا وشنو هذا؟ الاستاذ عبد الدايم بريكا ولاد باتنا يلعب معنا، تعرفوا به؟ شو معي خليفي عبد الدايم في عمره 28 سنة، جاءنا من ولاية باتنا، متحصل على الليسونس في الفرنسي، يعمل كوم ريباراتور الكترونيك بين قوسين فلاش الديموات. لو يفوز معنا اليوم عبد الدايم يحلم بشراء منزل. المغني المفضل عند عبد الدايم هو الشيخ الهاشمي قروات، اللون المفضل عنده هو البني، نوع اللباس يحب يلبس حسب الظروف والمناسبات. أكثر حاجة يحبها في الجزائر هي العقلية الجزائرية. الاستاذ عبد الدايم من باريكا ولايه باتنا. هكذا ولا ماشي هكذا؟ هذا هو هذا هو. شكون هو هذا هو؟ اصلا شو عبد الدايم هذا هو تسمى اللقب هذا هو داكور اللي هو اللقب تاعك؟ خليفي. خليفي محمد خليفي لاربيت خليفي ما يقولكش ما ها صحيت. عبد الدايم على باز السن تاعو اللي هو حبينا نديروا لافيش كيف كيف، قالوا لي جبنا قلت له نديروا انا وياه. ها داكور 28 28 ما تباش، الله يبارك الله يبارك الله يبارك. متزوج؟ وي. الله يبارك الله يبارك الله يبارك. قبلي خمسة أربعة واحد. الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله يبارك. هباك من جهة الشرق أمبالي بالخفة 17 أون باركي أي تلقى 20 34 كرون بير جد ديريكت ها دقيقة وليد وليدي وخارج هنا نورمال. الله يبارك الله يبارك. ليه وانت حنان دوكا تخدم عند روحك هكذا قلت لي ولا تخدم عند معليش دير في اكتيال مو انا خدام عند روحك. الله يبارك الله يبارك. لا سبيسياليتي تاعك هي اللي نحبوها احنا كامل. يحب يقول هاك فلاش لحق لي هذه، افتح لي البوكي فلان، افتح لي غير بين سبور ما كاش كيفاش صح؟ داكور صح ولا ماشي صح؟
وي لا لا صح صح كاين صح كاين كيف تقول لي بي سبور تاع فرنسا تاع فرنسا نفتحوها لا 13 نفتحوها شيخ تقول لي والو تعجينا بي سبور هنا ثاني شكون اللي يجيكم يمكن 4 مليون دولار جيني وانا ما نعرفش حرق انا نشوفوا قباح يا راجل شافوني انا ها هم شافوني لا لا على بال الحاصل انت حبيت تشارك في الدي ولا خلي منها يا خويا تعلم ونشوف وتكتشف عالم تاع التلفزيون تجاه ومنها ثاني كسنين تعرفوا بالولايات تعرفوا بالاصدقاء تعرفوا باش تولي بالك كنت راح تولي غرون بار على كل حال كيما حبيب لا زكريا ولا مي لا شات صدف وين عندك زهر تاع ديال لورديناتور خرج سيدي ورغم ان ما عندكش بزاف عندك 4-5 كيما ايامك معنا صح ولا مش صح راني نحس الميكرو يتلعد وانا تلاك تلعد باش نعرف خويا الميكرو الميكرو زعما شفت شاوي انت يخاف بوتيتر شفت شاوي يخاف تا قول لي تعرف شاوي يخاف واجينا ما انا من الشاوي معليش بريك بس جاب ده شويه جهه تمثيل يعني يا حبي يقول عربي ما عربي يا شفت عادي غير عندنا هنا بصح انا بانزوكا قلت لي قبايلي يقول لك انا قبايلي شاوي شاوي قصدينا مانيش جاب للجهه داكور مش فاهمينك ما يقولوش ها قول لهم بلي انا دافنا هنا معليش يا سيدي خلاتها فرنسا الله غالب نكملوا معاه قول لي عبد الدين نعم ربحنا شويه فلوس واش نديروا نديروا حانوت كبير باش نديروا دي فلاش كبر نو Je pense pas. Non, je ne pense pas. C'est lui, il y a un projet. Il y a des études. Dar, peut-être. Dar, par exemple. Inch'Allah, Rubama. Avec les projets qui sont en Doka, il y a un LCP, LPP, NMIMI, je ne sais pas. Il y a toutes les catégories. Qui est le LPP? Le LPP, c'est un salaire qui est un salaire محترم. مثلا من 200,000 دينار جزائري في الشهر وطلع. هكذا كون كان طامع في الباطل هو ثانيك. تعيطوا لهم قال لهم روحوا فيرسيو 100 مليون قال بزاف. يدي 20 مليون بار موا. طامع في السوسيال افهم انت الحاصل يا اخو احنا نقول لك بون كوراج ميرسي المبالغ تعرفهم 500 لا 500 مليون سنتيم لا فاسون عطاها لي تاع ميرسي ميرسي اختيني سويبون روح ما عليناش نحلوا نسيري دو سي بواط وبعد يعيط لك تروى بواط يعيط وهكذا وش يا ربي يعيشك خويا كونسونتري وبعقلك حاجه ما يتزربنا احنا ماشي مجروبين صح ولا مش صح داكور داكور ترقد قول لي كاش ما عندك غنيه حاب تكون دائما تا كومبانيك دورون توت ليميسيون مثلا الى حبيت ما حبيت ما كاش مشكل هابي هابي حاضر استاذ دوك يوجد لنا لو دي جي تاعنا دي جي دحو ابعد حبه اون بوات تفضل 20 احسن 20 احسن ناس ملاح احسن ناس ملاح 20 احسن سيرار ونبداو بالاستاذ حسن مساء الخير خويا مساء الخير لاباس سيرار مي صابا شومانوف من باريكا شومانوف ابعد صاحبي رقم 20 اول علبه تفضل الله الله ليها ليها طارق كات الاستاذ طارق محامي تاعنا واش راك استاذ لاباس صافا لاباس شكون عليك واش فيها اغرب قضيه حضرت لها ولا شفتها ولا شكون انت واقف خدام تاع شرع اغرب قضيه يعني لما هكذا نضحكوا شويه لا كاين لا ما كاينش لا بلو بار واش نقول لك كاع كاع بيزار كاع بيزار صح صح البيزار واحد شكى باباه ضربه انسان كبير مزوج شكى باباه ضربه في باباه هو مزوج عنده باباه هكذا وش كاب بولادو بابا ضربو وش كاب به هو كبيرة كبيرة الله يبارك هذا دار الضرب فور هذا الله يجعل الخير هذه يكون دار الضرب فور نيميرو 4 تفضل بون شونس خويا ميرسي ايوا ميرسي بارك الله فيك ميرسي مسيو طارق تري بيان تري بيان ميرسي مسيو طارق ميرسي بروا وسام بروا عند وسام حاضر وسام ويسام هاي اليوم ما تايب ليها عليك هاي يلا سيس ديس سيس سامي سامي دونتيس تاعنا دكتور 1 2 3 ايس 21 21 سيدة ليليا من العاصمة كنز خالد كنز كنز استاذ خالد الاستاذ خالد راح محمد امين البارح قدام معاكم عيط لك في الليل ولا ما عيط لك؟ الله عيط لي يا لي صدي لا فيريتي بصح انت كيف عيط لي؟ عيط لك ولا ما عيط لك؟ صار عليك غدوة نزيد نسقسيك خاطر بالك عيط لك غدوة ما عيط لك انا قلت لك برك معليش راه سلم لي عليه اخوك عيط لك ماشي مشكل بون خصنا قهاوي بركة قول له قهوي برك خلاص هذا ما قال لك قهوي برك يبلغ يبلغ صح يا خويا بون شونس خويا ميرسي شوف خويا شوف لا تقول لا ستيك ولا والو شوي رجليك شوف شوف بون شونس خويا صحيح
خويا سير 6 بواط انا ملاح بزاف الحمد لله الحمد لله ما نضربكش بعين اها الحمد لله توجور كاين لا معليش باش نفهم خويا انا ما نعين شيخ امبوسيبل شوف على امبوسيبل الو مساء الخير واش راكم لاباس والله الحمد لله وانتم الدار لاباس ولا جوز لاباس ربي يهنيك وي 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 قال لك شويه كنت حدي الباركور تاع مدام لطيفه شويه صحيت قال لك انا عندي فلاش عندي ديمو فلاش راحت لي عندي ديمو حبيت نفلاشيه داكور الفلاش واش من فلاش بصح واش من فلاش راك دومونديت تمشي استرا كومبلي لا مارك ونيميرو تاع لا مارك جيون في الانترنت لما فيهاش في الانترنت في الواي فاي برونشي لو كابلو او اكتيفي لو سيرفر والله العظيم دار روحه شغل بارئ هو تمتم قال لك شغل برونشي له انت الكابل شو موسوس مأمن صح بلي مؤمن اك مأمن بلي بيين يشوفوا بك انت اك مأمن صح بلي بيين هاب سنو فيك انت باش تهضر او خايف او خايف اعطي له سوم اعطي له سوم بك قبضناه زعما قبضناه اعطي له ايه مثلا 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 استاذ عبد الدايم استاذ خليفي خليفي عبد الدايم استاذ خليفي عبد الدايم ماشي كيف كيف عبد الدايم خليفي صح كانوا 3000 دينار 43 الف دينار جزائري البنك اقترح اول اتصال بعد واحد لينا ست علب من بين ست علب طلع تخلينا على مبلغ محترم جدا هو مبلغ 200 مليون سنتيم والمشوار مازال متواصل وانما هو عليه لازم يعيط في هذا المومون في هذه اللحظه واتصل بك ومن حقه يعطيك اي مبلغ هو حده ب 43 الف دينار جزائري تدي ولا تخلي؟ خلي يخلي الاستاذ عبد الدايم خليفي فريكا ولاد باتنا يواصل المشوار وانتم واصلوا معنا باتنا رساله قصيره 66 06 66 06 تفضل افتح لي ست علب من فضلك 14 اميره 17 حاضر 14 اميره مساء انوار مرسي مساء انوار تفضل يا يس 750 الف هنينا منها مليحه زيد لي واحد بندو بندو محمد بندو صباح ها يا بابا انت رحت عند موح موح الله يبارك اللهم صل على النبي يسوى غالي يا خويا يسوى غالي بارك الله باه اليوم 400 مليون ان شاء الله البروجا فاكي تسكن عندك هنا في البواطه وان شاء الله صحيت خويا انا خايف الان دي ديمو ذاك ونروح روح يلا بعد شهر بعد شهر تيماجيني مدي معاك ديمو هكذا واش تخدم نخدم في فلاش انا لا لا كنت معاهم لعبت معاهم صح لعبت معاهم عطاوني ديمو لا لا بعد شهر بعد شهر بعد بس لا اون بواط خويا ما تقلقش ها باقي 500 300 100 50 مليون 25 مليون 10 ملايين هذو كاع دراهم الاخرين صح عندك الحق فيها ما تحكى شويه مي معليش عباك مين بديت ندير هاد ليميسيون نحب من داك ندخل في مخ تاع السيد كي قاعد يدير هكا ويشوف قول له شو يشوف بصح هو فين تقول موش يشوف او يشوف لي نيميرو وي لي نيميرو كنا جايين شيفر فيه في راسي هكا جايب دي شيف معاك لازم هاك مليح انت هاك الطير دي شيف جايبو معاك هاكا انت بصح سي بريك سرا باس علاه سي با شيفر تاعي جيب دي شيفر مون فيه ولد تاع ابني هو اللي خيرهم يعني قلت انا الله يبارك زهرهم هو خيرهم اي هو الله يبارك شحال في عمره؟ صغير 9 اشهر الله يبارك هو خيرهم خلاص قال لك هو خيرهم وغيرهم خلاص تدخلونا في الحرمه تدخلونا في الديزويت دخلتونا داخل الدار قلنا لكم خلاص وصاي فهمتك انا فهمت شوف فيا شوف فيا اشرح له انا اشرح له اشرح
هو ذاك واش تي يمسك يهز الحوايج حطيته من فاكه فرقه ويهزهم وحده. يا الله العظيم سبحان الله. نقول لك حاجه، الملكه فيهم الخير، تبع معي ان شاء الله. ها يا سيدي افتح لي بواطه دوك. مهدي ويت مهدي مهدي واش تقول مهدي تمسخر انت؟ ها شوف داك الزهر طاحوا لي مهدي قدام مهدي الويت والناف وينهم مهدي تاع الويت؟ مهدي الويت الويت اه. السلام عليكم. صباح واش راك مهدي لاباس؟ انت لاباس؟ صافا شويه الحمد لله ربي يعينك. راك تشوف ياك شفتهم تاع باللومي هذه. بون شونس العزيز ان شاء الله. حاضر هو بك باش ما تقلقش، داك ينهضر معاه في التليفون هو يهضر 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 يحب يحكي عياد وانا ندير له باش يعطيني مع الخلوف. هذه هي الحكايه. 53000 دينار جزائري نديروا قراءه صغيره. باطل اي باطل باطل يا اخي ما تقلقش روحك خويا، انتم الفلاش بدراهم احنا باطل باطل. نقول لك في ايطال باطل اعطاك اوفر الاولى فيها 43000 ودوك لا دوزيام 53000 زاد مليون برك زاد مليون برك. طرد لي دوكا ولا نروح فاصل نعاود نولي كيما تحب، ماذا بيا تكون مرتاح بعد الفاصل. بعد الفاصل بارك الله فيك خويا. وكما قال الزميل والصديق والمترشح ومدلل بالدولة خلي لي صارت لنا اليوم اخ عبد الدايم بعد الفاصل. عسلامتكم مرحبا بكم معنا في الجزء الثاني تاع الدولة خلينا اليوم معنا الاستاذ خليفي عبد الدايم من باريكا ولاية باتنا لحل سلسلة ثلث علب. تلقى عرض مقدر ب 43000 دينار جزائري ومن بعد تنح لينا اون سيري دو 3 بواط ضيعنا في وسطها علبة 400 مليون هكذا خويا عبد الدايم. زدت لقينا مكالمة هاتفية من طرف البنك ما عطاكش عطاك عفوا عرض مالي واحد اخر زدت لك 10000 دينار زدت لك مليون. حب يقول دوكا رانا العرض تاعو 53000 دينار جزائري. ها يا سيدي خلي تدي ولا تخلي؟ خلي خلي مباشرة اوكي داكور. والحصة متواصلة والمشوار متواصل رانا رايحين ان شاء الله في طريق ال 500 مليون نحبسوا عليها سيدي. وانتم راسلونا وبعثونا رسالة قصيرة 66 06 66 016. عبد الدايم نحلوا سلسلة تاع ثلاثة دوكا. تالية تالية سيدة تالية من سعيدة رقم 16. ها يا سيدي نفتحوها متاع رقم 2 سيام البرج. روعة مليحة 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 أمينة دي في سناب أمينة في سناب رقم 19 أمينة من العاصمة هذا وين جات نفهموها على تاكتيك ونقولوا لها بلي أمينة تحل بيان سور هذا وين جات ومن بعد كي تفتح تفتح ضربه ما تفتحيش بلا عقل طلعيها صحيت. هزوا عليهم هزوا وش يقول؟ يزيد هذا باين بتاتر بتاتر صح. الاستاذ عبد الدايم البنك يقتل عليك في ميزك تغيير بتاتر تغيير العلبه اخي قلت لك عندي شيفر ما تقلقش اي ما تقلقش انا عندي شيفر وماذا بيا انا نجيب شيفر هذا نحطه هنا وش فيه هذاك هو ديس ما تقلقش عبد الدايم الحمد لله ما تقلقش انا نحكوا برك مانيش متقلق انا وياك نحكوا في الباطل ها نحكي في الباطل بيان سور نحكي وانا وياك في الباطل هو يحكي نورمال حنا حلينا سيريا شابه دوكا بقاو لنا مبالغ محترمين هو في وسط عيط لك عطاك زوج اقتراحات ماليه اها الثالثه حب يغير طاكتيك قال لك نبدل
العرض تاع البنك بعد ثالث اتصال بعد ما حلينا تروات شابين يقولك تغير العلبة تدي ولا تخلي؟ تغير العلبة تدي ولا ما تقول ندي؟ ندي تغير العلبة تدي ولا تخلي؟ ندي ندي ندي, ندي. بدلها؟ ها باش نبدلوها؟ ديس بالديس حاضر أنا راني هنا في الخدمة نبدلوها من باريكا نمشي لتيزي وزو نعطولها نيميرو 5 نعطولها نيميرو 5 نيميرو 5 سليم عريبي ونجيبو لك حنا نيميرو 10 يوسف بالليلي ولا الأخضر باللومي ولا دييغو أرماندو مارادونا ولا رونالدينيو رقم 10 عندك الحمد لله سي بون كيما تحب دوكا واش نديرو اعطينا نغمه خويا سيدي حي حل 3 بواط خلاص واخد العرض سي بون خديت العرض صاي سي بون حل 3 بواط حل 3 سانك تعال تفتح لابواط اللي كانت عندك تعال سقسيك برك علاش راك حاب تفتحها دوكا هاكا حبيت تفتحها بار كيوريوزيتي بون شانس ديمو معليش نشوف زكريا شوف فيا صاحبي شوف فيا واش بيك هذا ما نقدرش ها باش ما نقولوش شاويه نقولوا عرب باريكا ما يخافوش عرب باريكا ما يخافوش جامد اي صاي مالا شوف فيا صحيت زكريا افتراض منه قال لي راهو تهنى من الديمو انا قلت له امين ماذا بيه نروح زكي ديريكت انا نروح له لا صافي باه تيت بلونجونت نشوف صافي هو تروح له تيت بلونجونت ديريكت انا جاي نعطيك هنا بوحده زيدان قول لي علاه على واعرف قلت لك بون شونس واعرف استني جاي نعطيك وحده زيدان انا قول لي علاه نعطيك وحده زيدان قول لي علاه باش ما تقلقش برك ما تقلقش ما تتقلقش ما تتقلقش واش مبالك متقلق واش متقلق صحيح واش مبالك لا بانت لي كي عطاك العرض قبل تمتم اني فاهم جو كومبخون اني فاهم باللي بالك تقولي انا عندي كلكو شي في مخي اني فاهم بصح معليش لكل مقال مقام كل حاجه في وقتها ما تقلقوش مازال لا مازال واش ما تقلقش مش مادا بيا تمشي البريكة فرحان وكلش مهما كان تدي بواطة خبيرة ولا سخينة انا رايحين فرحان فرحان هكذا شهرزاد صحيت ربي عايشك حلو دو بواط زيد لي دو بواط راح فعل ماضي واغلبية على سقسيتك اغلبيتها كاين ناس ما يحبوش يحلوا هذيك لابواط شوف شغل هذيك اللي بدلتها تخلو يقول خليهم بعد شوف نيفيتيو سسبنس نيفيتيو زعما بارك الله فيك نيميرو 1 اسماء انا عمال اخت اسماء في العاصمة تفضلي الاخت اسماء مساء الخير واش راكي لاباس؟ مساء النور سافا انتم لاباس الحمد لله بون كوراج بون كوراج عايش معليش 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 اي 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 اون لاش با اون لاش با فو با نفشلو اون لاش با 17 رابحه رقم 17 رابحه بجايه على السلامه رابحه هو يغلق مليح لويسي تاعنا يغلق مليح يغلق مليح يا ما تحكي يا ما قال لي ندير كادنا قلت له لا ضربه يا سيدي يا سيدي ما كرهت تيم والله ما كرهت تيم يا سيدي
حاضر. 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 البنك. اسمع صعيبة اليوم. البنك. هاو اتصل دوك. بعد ما حليت البواط. تلت علب. صح؟ صح. ضيعنا من هنا 100 مليون. وضيعنا من هنا 500 مليون. وحلينا الديمو اللي رانا متأكدين ماكش راح بديمو. هكذا سيدي ما كاش اللي يهضر معاك. البنك اتصل بك الآن ويعرض عليك. تغييرا. تغيير العلبة. تخرب تخرب في مخ البنكي. راك انت وياه كيف كيف. صرا دوزيام فوا تجيبها في صوار. البنك للمرة الثانية على التوالي يعرض عليك تغيير العلبة. نروح نشوف مجلس الشورى تم. خليك تخمم نروح نشوف مجلس الشورى تما. نتشاوروا هكذا مع مجلس الشورى مع الوزير تاع المالية ووزير الرياضة. هذو غير بيناتنا برك. تخمم بعقلك انت. يؤخذ بعين الاعتبار. سمعت ايش قالوا؟ اوكي. وزير الماليه الاستاذ حسين. خاطر ما تبعوش. احنا في الدوله تاعنا تاع كيما نقول لك الكوفرنمون تاع الدوله خلي عندنا ديجان نحطوهم يحكموا دو ترو بورتفاي، واحد حاكم البورتفاي وزارة تاع السياحة وتاع المالية في جوج. وهذا حاكم الثقافة والرياضة في جانب واحد، ما كانش لعب، حنا ما نكسروش الصالير واحد نقسموه. الأخ حسين قال لك أنا نظن بلي في العلبة تاعو بعد ما عاود بدلتها لقيت أن شيفر مش مليح. زكريا يقول لك العكس. قال لي أنا بانت لي عنده دراهم كبار هنا. أنا كيما نقول لك حبا ليك أعطيتك هذه المعلومة. بارك الله فيك. عطيتك زوج معلومات ماشي قال معلومات، زوج معلومات. خير. باردون؟ مش واجد نخير. لا ما تخيرش. عطاك عرض قال لك تبدل ولا ما تبدلش. وقعد معايا كونسونتري كونسونتري. كونسونتري صافي. عاود عيط لك. قال لك زيد بدل. من بالعرض هذا تديه ولا تخليه؟ خليه. خليه. الرد تاع الاستاذ عبد الدايم قال لك خويا انا ما نغيرش ونواصل وتواصلوا معنا بعثوا لنا رساله قصيره 66016 باش تدوا نصف المبلغ منا الى غايه نهايه الحصه باش نعرفوا واش كاين في العلبه الجديده اللي عاود خداها اللي اصبحت ملكه رقم 10 ها يا سيدي تفضل افتح لي دوكا 4 بواط 3 11 15 رقم 11 استاذ قمر الزمان ورقله ها يا قمر الزمان رقم 11 نهار اليوم مساك ما لقاش عندك مساك قالت لك ماما ماما قالت لك لا عندك مساك ان شاء الله ها يا راح بون شانس زكريا 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 رقم 13 ها يا زكي يا زكي 200 ألف 5 ملايين معليش أني معاك أني معاك ما تقلقش روحك أني معاك ما تقلقش روحك ما تقلق زيد لي وحدة ما تقلقش سي نورمال هادي هي ليميسيون هادي هي ليموسيون ديك فوا راك الفوق ديك فوا راك التحت استرس البنك يعيط لك منها لازم انت تكون سوليد تكون يابس كما يقول لازم ما تقلقش روحك ما تقلقش روحك راحوا 500 راحوا غيرهم بحر عليهم قطنا 300 مليون 25 مليون درهم 10 ملايين درهم و5 ملايين درهم هاي يا بابا هاي فرحني دوك نديروا كلش الا ما نحلوش 300 تفضل حسين دوز استاذ حسين حبيب فيها ضربه هاي حسين ضربه حسين ضربه حسين ضربه اسمعش الهضره اسمعش الهضره ما تسمعش الهضره اخويا اي شوف فيا مليح تحقوك يابس ابعد وي
اوكي هذا هو الاقتراح. دائما والله العرض لو جاي شبيبا نخليمو الفاصل خير باش نعطيو عبد الخماس ندب دمني داكور. اذا سمعتم تواصلوا مع الاخ عبد الدايم بعد هذا فاصل وانت واصل. اهلا وسهلا ومرحبا بكم على في الجزء الثالث والاخير بالنسبه لسهرتنا واللي حصتنا لنهار اليوم على الاخ خليفي عبد الدايم من باركه وليد باثنا. لحقنا الى المنعرج الاخير المنعرج الحاسم. ثلث عولة بقات عند لي كونديدا والرابعه راهي عندك للتذكير فقط. يا دا ملتحق بالحصه ولا مشاهدة دا نحط روح على القناه قولوا بلي الاخ عبد الدايم كان رفض مبلغين كانوا شويه من طرف البنك في بدايه المرحله الاولى. هما المبلغين هما 43 و 53 ألف دينار. بعدها البنك اقترح عليك تغيير العلبة. قبلت غيرت العلبة تاعك برقم 10 وكانت عندك الغلبة تاعك رقم 5. مشينا من بعدها في سلسلة تاع 3 فضلت أنه تفتح رقم 5 اللي كانت عندك لقينا فيها 100 مليون سنتيم. حلينا دوطر بواط تخلينا على مبالغ واحد أخرين. زاد عاود اتصل بك البنك وقال لك غير العلبة. رفضت تغيير العلبة وخليت واصلنا زدنا حلينا دي بواط. زاد عاود اتصل بنا دوكا قبل الفاصل وقلت لك نخلي نفضل انا ونقترح عليك العرض تاع البنك بعد الفاصل. البنك الاستاذ عبد الدايم قال لك غير العلبة. تما في هذه ليميسيون سي لا تروازيام فوا يعرض عليك تغيير العلبة. المرة الأولى قبلت، المرة الثانية رفضت، المرة الثالثة راهي عندك. تاخذ ولا تخلي، تدي ولا تخلي. حب يقول عرضه اللي هو تغيير العلبه، تفضل بعقلك. انا حبيت كبرك الا تمد لي اي جواب تكون مقتنع به وبعقلك وكل شهاده ما كان. سينو الباقي انت راك ماتت لا سيتياسيون. خلي انا راني قدامك ماتت، نتبع بك. خلي. يخلي، يرفض عرض البنك. البنك اللي هو اقترح عليك تغيير العلبه، لازم نحلوا دوكا دو بواط. نحلوا دو بواط ولي دو بواط هذوما يا طرف قاعد يعطونا. واش نديرو دوكا؟ انتوما ابعثوا لنا رسالة قصيرة 66 06 66 016 باش تعرفوا شحال كاين في العلبة اللي حيكمل بها الأستاذ عبد الدايم اللي نصفها المبلغ اللي حيكون صاحب الاس ام اس. تفضل. وطفي ديزويت وطفي دكتور. تفضل دكتور. دو بواط نحلوا ديزويت. ديزويت بقات لنا شهرزاد سات ومهدي. بقات لنا مهدي ويت. يعني بس في هذا المومو هذه مقبولة. يعني بصح مقبولة. تفضل. مقبولة كلش إلى 300. ها كلش نفتحوا كلش نقبلوه إلى 300 ما دام إلى ما نحلوها. أنا قلت لك بس كلش إلى هذه. تفضل. ناف مهدي. مهدي مهدي ايراجيري. تكيا كلش الا 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 300. ها 300. زار ولا مش زار؟ زار. قول له نجيبو بلاصه بلا معايا التغيير. شوف يا عبد الدايم قطع علبة. اه سيرار وين شهرزاد مسكينة يطيح عليه كل شيء. سيرار ان شاء الله. شو عبد الدايم البنك وش عرض عليا دوكا؟ لوجيك متغير. الاستاذ عبد الدايم من باركة باثنا البنك يقترح عليك مبلغ 97 مليون. خمم مليح. دخل ودا لك لوطورو 3 فوا وراك حاب تلحق حطها لك زعما هكذا دوك اسكو تروح فيها
ويا دراوين اسكو تاخذ 97 وشوف كيفاش. ما عطاكش 150، ما عطاكش 200، ما عطاكش كدا، عطاك 97. سامحني ولا راني غلط كتبوني 97 درهم ولا ماشي درهم؟ درهم صحيت خويا 300 درهم 300 درهم و 25 مليون درهم درهم بيان سور درهم صحيت خويا 25 مليون درهم عطاك 97 فكر خويا بيان سور فكر خويا فكر خويا كاين لابوات نيميرو 23 ما تقلقش برك سبعة وتسعين درهم 97 25 مليون ديالك درهم انت مهما كان اليوم عبد المالك باش نكونوا متفاهمين انت اليوم مهما كان مبروك عليك 25 مليون كي لحقنا لهذه المرحله دوك قبل ما تاخذ القرار 25 مليون مبروك عليك واش بقالك قالك تاخذ قرار اسكو ندي 300 ولا ندي 25 هذا ما كان ولا العرض اللي عطاه لك دوك البنك 97 مليون عقلك خمسة الوقت مازال نطورك هو 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 الوقت رانا فتناه صح انت معليش بعقلك انا القناه في بعض الاحيان اكيد عندهم برامج يضغطوا عليا بصح لا غالب انا ما قلتش انك نضغط كثير على الكونديدا براحتك في قدر الممكن كما يقول لك دون البنك الاستاذ عبد الدايم باركه ولاد باتنا يعرض عليك مبلغ 97 مليون وفي الحين انا وعندك علبه فيها 25 وفيها 300 واحد اخرى فيها 300 صح واحد فينا مع لبنا وراه هو في الوسط عطاك العرض هذا تدي العرض هذا ولا تخليه خليه نروح نفتحوا العلبه افتح حبيت برك اقول لك انت عييت بالتعب ولا خلاك مقتنع مقتنع بالباب تاعي صحيح هاي روح تقلقش ما تقلقش ما تقلقش ما تقلقش اش بيك هذا يخافوش في باركة بون شانس عبد الدايم الأستاذ عبد الدايم خليفي من باركة باتنا مبروك عليك مبلغ 300 مليون سنتيم تختتمو مع صاحب الأسامس وزكريا عنده الحق قالك عنده مبلغ كبير هذه أو بني يربحها ماهيش أنا زهر تعفنية الله يبارك الله يبارك الله يبارك القصة هذه بالتحديد بالنسبة اللي كنا نضحكوا احنا نوف موا ومن هيك وليك وليك تسمع حطيت انت دي شيفر دي شيفر هكا حطيتهم في الارض هكا هو بسكو هزو هكا سي نورمال هو هكا يتلاح مازال ما كان جاي كلها الناحية اليمنية نحطها في جهة سي بون هذا قال هذا الشيف نشفع له هذا الشيف نشفع له هذا الشيف بصح ما تنساش بلي قرب غلطك ولا انت تانيك املت كثير بهذ الامور اللي كلها تبقى بدعة مش نفهمو مليح هي بدعة حرام عليش انا وياك نقولوها بصح كان عندك 100 مليون كومون دونك بدلت روح ديرك اون بواط هذيك لا بواط راحت لك كومان بصح كاينه 300 ماما انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك مي بصح انت ما تنساش بلي كانت عندك اون بواط هذيك مكتوبه كانت ممتازه فيها الخير فيها خير فيها خير هاي يا سيدي لا بين تروازيام بواط في اثنين تقسيم اثنين زائد اثنين هكدا دوك بالك فهاد لافولي هذه دوك اسمعني مليح 300 مليون هذه مبروك عليك تقتسم معاه مع لو غانيون تاع لو جو اس ام اس انت تدي 150 وصاحب لا سماس يدي 150 واضح ولا ماشي واضح؟ واضح صح فهاد العلبه حنا درناها سبيسيال بسوا نزيدوا الهبال سوا ايضا ثاني الاخ اللي هو بالك ما عندوش مبلغ ثاني كبير عنده فرصه باش يدي معك حنا دوكا هنا ممكن نلقاو صفر دينار اذا خديتها وبذلك تضيع هذاك المبلغ اللي عندك ممكن تلقى تقسيم اثنين يقول يولي 300 يولي 150 ممكن تلقى زائد 10000 دينار 300 ومليون وممكن تلقاه في اثنين تولي 600 مليون تدي الفاكتور اكثر من اللي 500 اللي كاين هنا اللي كاين حنا الماكسيموم تاعنا 500 في هذا الموسم في دي ولا خليها شروق تيلي العرض تاع لا 23 بواطا وهنا استاذ
خلي فيه عبد الدايم تدي ولا تخلي لابنترو ديالك خلي انت هنا 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 تدي ولا تخلي خلي هنا نخلي ونوجي نوجي على عليك خطورات ما نشوف واش كان داخل العلبه ها يا سي مبروك عليك مبلغ 300 مليون سنتيم الاخ عبد الدايم من باريكا نسبتنا تربحوا تقدسوا مع صاحب الاسماس مبروك عليك فاز روح صاحبي روح حينا ليكيب بارك الله فيكم حنا نقول لكم شكرا على حسن الاصغاء والمتابعه دائما عبد الشهود اختي في فيديو لا خليه تلاقوا بكم بكل بساطه غدا ان شاء الله سلام